حالك بهالفترة عم بتكوني شخص إيجابي ومزاجك عالي؟ شوفي صراحة كيف؟ يعني بحاول إنه أحسن مزاجي فنجان قهوة، قطعة شوكولاتة، هيك أكلة طيبة، بما إنه ظروف كورونا فعلياً بتخلينا ستريس وبتخلينا تعبانين، خاصة لما بنسمع إنه الناس اللي حوالينا انصابوا بكورونا، الناس اللي حوالينا فقدناهم بسبب كورونا، الله يرحم الجميع يا رب، فغصب عنك بتحسي إنه مزاجك متوتر. ربطتي المزاج بشغلة كتير مهمة، ربطيها بالشوكولات وربطيها بالقهوة وبإيش كمان ربطتيها؟ أكلة هيك دسمة، أكلة دسمة صدر منسف. فاليوم تمارا قلقيلي خبيرة التغذية والأخصائية المتميزة موجودة معنا اليوم لحتى تحكي لنا كيف ممكن نحسن الحالة المزاجية، وتحكي لنا إذا هبة الأشياء اللي بتاخدهم صح ولا لا عشان تحسن مزاجها. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح جميع المشاهدين. أهلا تمارا. أهلا فيكم. أهلا فيكي. كنا بنعرف تمارا قديش الأكل ممكن يأثر على مزاجنا. صحيح. يعني فعليا في أكلات إذا إحنا شربناها أو أكلناها بنحس حالنا رؤنا، بنحس حالنا خلص هدينا. نحكي أكتر قديش علاقة الأكل بالمزاج. صحيح، كلنا بنعرف إنه قدي الغذاء بيعزز من صحتنا الجسدية. كمان الغذاء له دور بتعزيز صحتنا النفسية. فبالآونة الأخيرة كان صار في عنا دراسات كتيرة بتربط علاقة التغذية بالحالة النفسية والمزاج والاكتئاب. ففي عنا بعض الفيتامينات والمعادن إلها دور في إنها تقلل الاكتئاب وتحسن المزاج. نعرف إنه هلأ نحن كتير عم نمر بظروف صعبة، وخاصة في جائحة كورونا قديه صار في عنا قلة النشاطات الاجتماعية تأثر علينا عكسيا على مزاجنا وعلى نفسيتنا. ممكن كمان الوضع الاقتصادي اللي عم نعيش فياته، الحالة المرضية كمان، القلق والتوتر، التفكير كمان، تقلبات الطقس هلأ بفصل الشتاء وقديه في ناس بتأثروا بتقلبات الطقس وتغيير التوقيت بيأثر عليهم من ناحية نفسية. فهاي كل هالعوامل بتلعب دور على نفسيتنا. يعني حكينا أشياء كتير، الاكتئاب الموسمي بسبب يعني فصل الشتاء، ويعني ساعة شوب ساعة برد، هاي رقم واحد. رقم اثنين عم نسمع مع الأسف الشديد مثل ما تفضلتي هبة، نسبة الوفيات كتير عم بتكون عالية، نسبة الأشخاص المصابين حوالينا، خوفنا عم بيزيد، توترنا، قلقنا، خوفنا على الناس الكبار اللي بعيلتنا والصغار أيضا. يعني هذا التوتر كله بيخلق نوع من الضغوطات وبيخلق نوع من الحالة المزاجية المتعكرة والسيئة جدا. فهون نحن لازم نركز بالغذاء اللي بدنا نتناوله. فبدي منك تمارا تعطي بعض هيك انواع الاغذيه اللي ممكن نتناولها، مكسرات مثلا. صحيح. تحكي لي ايش الاشياء اللي ممكن نتناولها تحسن مزاجنا. حكيت كيف حكيت منسف شوكولاته القهوه. هلا بدنا نحكي انه في عنا، صحيح انه عم نحكي عن القهوه والشوكولاته لها دور في تعديل المزاج، بس بدنا نركز على الاغذيه الصحيه اللي لها كمان دور بانها تعزز حالتنا النفسيه ومزاجنا. في كتير عنا الفيتامينات. أول إشي بدنا نحكي عن أوميجا 3. وجدت الدراسات إنه كتير أوميجا 3 لها دور كبير بإنها تقلل من الاكتئاب، لأنه بتعمل على أوميجا 3 على تحفيز السيروتونين اللي هو هرمون أو ناقل عصبي، يعني بيعزز من حالتنا بالشعور بالسعادة وبيقلل من الاكتئاب. كمان عنا الشوكولاتة. هلأ في عنا شوكولاتة مش أي شوكولاتة، طبعاً الدارك شوكليت اللي هي بتحتوي على نسبة كاكاو فوق 75%، لأنه الكاكاو فياته حمض أميني تريبتوفان، بالنسبة وبزيادة كمان عليه فياته فلافونويدز. هدول كمان بيحفزوا هرمون الدوبامين اللي كمان بيعطينا الشعور بالسعادة والراحة والحيوية. حلو كثير. يعني نحن عم بتقدر صورة الكاكاو لأولادها الصباح يشربوه، فعليا بيروق المزاج. بالنسبة للشوكولاتة الداكنة، بس مش الشوكولاتة اللي كلها سكر وسعرات حرارية، اللي هي ما يعني فيها بترفع من هرمون الدوبامين بس لكن مؤقت، لأنه بنعرف إنه قديه السكريات لها دور إنها بترفع سكر الدم بشكل سريع، ولكن بيكون عنا المزاج بطريقة مؤقتة. عم بنشوف على الشاشة الأطعمة الصحية اللي ممكن تحسن من مزاجنا. قرأت العدس هذيك اليوم، شوف علا عملت لنا شوربة عدس. معقولة العدس بيروق؟ أكيد البقوليات بتروق. هلا بدنا نحكي عن الموز. يا ريت تحكي لنا عن الاطعمه بشكل تمام. هلا نحكي عن الكربوهيدرات. الكربوهيدرات عندنا بنعرف انه نوعين، كربوهيدرات بسيطه وكربوهيدرات معقده. العدس، البقوليات، الخبز الاسمر، هاي كلها كربوهيدرات معقده. بنعرف نحن انها بترفع السكر بالدم بطريقه تدريجي مش سريع. فلما ترفع مستوى السكر بطريقه تدريجيه، هون بيكون عندنا شعور بالسعاده بيكون اطول
لأن إلها تأثير على هرمون السعادة، تمام؟ أما السكريات البسيطة مثل نيجي نحكي عن المربى، نحكي عن الخبز الأبيض، عن المعجنات، عن الحلويات اللي عم نتناولها، هي بترفع السكر بالدم بشكل سريع، فبنشعر بالسعادة بشكل مؤقت وما بتدوم معنا فترة طويلة. بالنسبة للأسماك؟ الأسماك أوميجا 3 مهم كتير، مهم كتير، لأنها أثبت دراسات إنه أوميجا 3 بيرفع هرمون السيراتو بين، وهو هون بيساعد على إنه يقلل الاكتئاب. القهوة، حابة نحكي عن القهوة. القهوة في نوع معين من القهوة بيحسن المزاج؟ القهوة بيكون فيها هلا الأمريكان كوفي سريعة الذوبان أو النسكافيه، بيكون تأثيره بيكون كافيين فياته أقل من القهوة التركية اللي عم نشربها. تمام. فهلأ نحن عم نحكي إنه في ناس بتشرب قهوة وبنقول إنه 5 فناجين باليوم قهوة بصير إنه التوتر والقلق كتير، بينما إذا أنت شربت بمعدل طبيعي 3 كاسات أو 3 فناجين. شكلك بتشرب القهوة بكاسة. 3 فناجين قهوة هون بيكون عندك ضمن المعدل الطبيعي، لأنه الخلايا الدماغية في عنا بعض الخلايا الدماغية بتكون حساسة للكافيين، فكل ما زاد استهلاكنا للكافيين أكثر فبتكون بيأثر على الخلايا الدماغية، فبزيد عنا التوتر والقلق، وبزيد الصداع كمان. وبزيد الصداع، بينما إذا أنت أخذته ضمن المعدل الطبيعي أقل من 300 ملي جرام باليوم، يعني بالمعدل 3 فناجين، هون بتكون أمورك تمام وبتعطيك الراحة والسعادة. طيب سؤال، هلأ نحن حكينا عن القهوة، حكينا عن الأسماك، حكينا عن الشوكولاتة، بس يمكن ما حكينا عن يعني كل امتى لازم ناخذ هاي الاشياء. مثلا شوربه العدس مثلا اكلناها مره بالاسبوع، هل هذا الاشي كافي او انه مثلا لازم نكتر الشوكولاته الداكنه، لازم كل يوم ناخذ حبه؟ يعني تعطينا شوي هيك يعني مقادير، او مش مقادير، يعني كم مره ممكن نتناول عشان جد مزاجنا يكون دائما بحاله منيحه ورايقه. وكمان الموز احكي لنا عنه. صحيح. هلا الأغذية اللي بتقلل من الاكتئاب هي أغذية متنوعة، ما في مثلا غذاء واحد تاخده إنه خلص هذا بيقلل من الاكتئاب. زي ما حكينا الكربوهيدرات المعقدة موجودة، يعني إذا أنت أفطرت خبز أسمر بيعطيك بيرفع عندك هرمون السعادة، إذا مع مثلا عصير برتقال فوليك أسيد قديه له كمان في دراسات أثبتت إنه بيقلل من الاكتئاب وله تأثير على إنه يرفع كمان هرمون السعادة. أدي مثلاً عنا مثلاً نحكي عن البقوليات، المكسرات أدي فيها أوميجا 3 من مصدر نباتي، ففي تنوع بالأغذية، بنقدر نأخذ أكلنا اليومي بطريقة متنوعة وما نركز على الأكل الجاهز. هنا أنت عم تأخذ أكل صحي بنفس الوقت عم بيحافظ وبقلل من الاكتئاب ويعطيك شعور بالسعادة. بس ما بيأثر علينا، ما بيأثر علينا تمارا، إذا إحنا مثلاً كل يوم أكلنا الصبح شوفان، كل يوم أكلنا موز، كل يوم أكلنا شوكولاتة، ضمن حصصك اليومية لازم حسب احتياجاتك. انت عارفه احنا قاعدين في البيت وكورونا وصفى كلنا بس عم ناكل. صحيح. بدل ما نتجه للنشويات البسيطه، للمعجنات، للرز الابيض، ممكن نتجه للنشويات المعقده، كمان بتساعد انها فيها الياف وبالنسبه كمان لها دور بتقليل الاكتئاب. التوت زي ما حكيتي شهد، التوت والافوكادو، الفراوله، هاي كلها فيها اول شيء حمض الفوليك، وكمان فيها فيتامين بي 6. فيتامين بي 6 له دور في انتاج الدوبامين وانتاج السيراتوبين، هذول الهرمونين هم كمان مسؤولين على انهم يعطوا الجسم الشعور بالسعاده والراحه والحيويه. أعتقد هيك نحن غطينا الأطعمة اللي بتحسن مزاجنا. ممكن ننتقل شوي معاكي تمارا للأغذية التي يجب أن نبتعد عنها خلال هاي الفترة عشان مزاجنا ما يصير متعكر وسلبي. الأغذية اللي لازم نبتعد عنها هي الأغذية الغنية بالدهون، مثل الوجبات السريعة، مثل المشروبات الغازية، السكريات البسيطة، المربى، الأشياء، المعجنات، الخبز الأبيض، هاي كلها لأنها بتعطيك الشعور بالسعادة مؤقت. بس بدي أقول لك يعني إحنا لما بناكلها بنحس بالسعادة فعليا، بس بعد شوي لا متضايق. لأنها هي بالجسم بتكون سريعة الامتصاص وسهلة النفاذ، يعني بتخلص بسرعة فبتعطينا مزاج مؤقت ما بيدوم فترة أطول. هو اصلا لحاله منظر البرجر مع الجبنه، بتحسي حالك بقمه السعاده. بس انت اليوم ليه ما شربتي قهوتك؟ مش عارفه. لا بمعدل 3 فناجين يوميا كلنية. بس بدي احكي كمان شغله. اكيد تفضلي تمارا. على الاشخاص اللي بيتبعوا حميه غذائيه اقل مثلا من 1000 سعره حراريه او 1200 سعره حراريه، قد ايه بتكون ناقصه بالعناصر الغذائيه وبالاغذيه الصحيه، وهدول قد ايه بتلاقي نفسيتهم دائما ستريس، دائما توتر، دائما مالين من الاكل اللي عم ياخذوه، وحالتهم النفسيه ما بيكون لهم نفس اصلا ياكلوا. فهذا تاثيره انه هو ما عم ياخذ العناصر
العناصر الغذائيه اللازمه اللي هي بتعطي جسم مهمه لجسمنا وبتقلل من الاكتئاب. تمام، في شغله كثير مهمه انه اوكي نحن يعني اهتمينا بهاي الاغذيه اللي تفضلتي فيها تمارا وابتعدنا عن الاغذيه اللي برضه حكيتي عنها، بس اذا مثلا كنا بنسهر كثير ما بننام بكير او عم نشعر بقله النوم او ما عم ننام بشكل كافي او ما عم نلعب رياضه او حتى ما عم نمشي او حتى ما عم نشرب مي كل ما رح يفيدنا، فقد ايه مهم العادات الصحيه بحياتنا وقد ايه مهم حياتنا تكون صحيه عشان صحتنا الجسديه والنفسيه. اكيد التغذيه ما بتلعب دور كبير، انما دور بسيط بتحسين حالتنا النفسيه. في عنا التمارين الرياضيه قد ايه مهم. هلا نحن اذا صار عنا وقت اكثر اتوقع بالبيت انه نقعد ضمن جائحه كورونا انه ممكن نعمل نحن تمرين رياضي نص ساعة ساعة بفرغ الطاقة، لأنه هلأ كمان قلت النشاطات الاجتماعية فأغلبنا بالبيت، فممكن أنه نحن نخلق وقت وما نضل وقتنا دائما فراغ، لأنه دائما الوقت الفارغ بحس الشخص بالملل بالتوتر. وكمان النوم منيح، قد ايه بيأثر النوم على حالتنا النفسية، قد ايه بيقلل من الصداع إذا أنت كنت نايم، بيقلل من التوتر، بيعطيك النشاط والحيوية. والاتباع الأغذية الصحية أيضا كثير حلو، مترابط كل شيء مع بعض. طبعاً. الغذاء مكملين لبعض، الرياضة وإيش كمان النوم. النوم صحيح. لازم بتنام منيح؟ أنا صراحة بنام أنت بتنام بكير؟ أنا كثير بنام بكير لأنه بنفي كثير بكير، يعني شهر بنفي 5-4 فلازم أكون 8-7 بسابع نوم. يا ريت زيك. طيب مشاهدينا يعني هيك تقريبا حكينا اليوم أو غطينا جانب كثير مهم عن موضوع الأغذية. شكرا كثير تمارا لوجودك معنا. شكرا لكم، دائما متقدمين لنا معلومات صحية مفيدة وبتفيد كل مشاهد بحضرنا.